إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي ثماثي اسمه الزلف اللون. هذا فيديو قصير أبين فيه في حقبة من التاريخ الجزائري، أي إبان دخول الجيش الفرنسي سنة 1830 لاحتلال الجزائر. هل كانت كلمة الزواف معروفة أو ليست معروفة؟ وهذا البحث قاله لي فونتكور ولونيس، لأن لونيس راح يدير بحث على هذا الموضوع، وهو هل ذكرت المراجع المكتوبة باللغة العربية للمؤرخين العرب أو للذين عايشوا تلك الحقبة من الاستعمار الفرنسي، هل ذكروا كلمة الزواف باللغة العربية، وهل كانت معروفة، وهل يقصد بها القبائل الأمازيغ؟ يسمح لي لونيس، ولا سبقت الخدمة تاعو. هو اللي قال لي شوف في الكتاب تاع حمدان بن عثمان خوجة، وقلب على هذه الكلمة تاع الزواف ولا مذكورة. هاوليك الرابط تاع الكتاب، تلقاوه PDF. الله غالب ما عنديش كتاب، كان عندي ولكن ضاع مني، اشتريته زمان ومطبوع في المشرق في بيروت، ممكن في بيروت ولا في مصر، ومطبوع باللغة العربية. وهنا يقول لك باللي هذا الكتاب كان مطبوع باللغة الفرنسية، وهذا دليل قوي أن لو كتبوا بالفرنسية، كتب مثلا لزواف، وكرههم كتبوها زواف ديركت، وهذا ما لم يكن. هذه المقدمة على الكتاب. هاوليك تقديم وتعريب وتحقيق الدكتور محمد العربي الزبيري، تصدير عبد العزيز بوتفليقة. أنا قريت هكذايا، تصفحت هذا الكتاب وشفته باللي كتاب مطابق لهذاك اللي قريته قبل سنين، ما نقدرش نقولكم 100%. هاو الكتاب الرابط الصفحة الرابعة، نصوتوا للصفحة الرابعة. واش يقول لك؟ لقد سلم كتاب المرآة من التدمير والتخريب الشاملين الذين طال تراثنا قاطبة بما في ذلك، بل وخصوصا تراثنا المكتوب. قال لك باللي فرنسا حطمت كاع التراث تاعنا والتاريخ تاعنا، لأن حمدان خوجة نشره بباريس باللغة الفرنسية سنة 1833، يعني 3 سنين مور الاحتلال، مور دخول الفرنسيين للجزائر. وهذا حمدان خوجة كان يخدم في حكومة الداي حسين، حمدان بن عثمان خوجة كان يخدم في حكومة الداي حسين آخر داية الجزائر، الذي حضر وقت احتلال الجزائر. المهم نروح لصفحة 15. صفحة 15 وش يقول فيها؟ نشوفوا لا يذكر الزواف، وقبيل الزواف جات من بلغاريا ولا ما عباليش منين جات. من بعد 15 يقول لك الفصل الأول، هو يقول هنايا في العنوان يقول لك لمحة تاريخية وإحصائية حول إيالة الجزائر. الجزائر كانت تابعة الخلافة العثمانية، ولذلك كانوا يقولوا عليها إيالة. هي ماشي كانت تابعة 100%، ولكن فقط بالبيعة وكذا، كان عندها الإعلام بتاعها وحدها، وكان عندها اسمه الدراهم بتاعها وحدها. بعد يقول لك الفصل الأول، البدو وأصلهم.
يقول لك ينقسم البدو إلى طبقتين، أو على الأصح إلى نوعين متميزين من السكان، فالذين يسكنون السهول هم العرب الحقيقيون، أصلهم من الشرق وينحدرون من قبائل عربية مختلفة. هاو قال لك العرب يسكنون في السهول. أما الذين يسكنون الجبال أو الأماكن الوعرة المنحدرة فهم البرابرة الحقيقيون أو القبائل الذين تختلف لغتهم عن لغة العرب، والفرق واضح بين اللغتين. فمثلا يقول البربر للتعبير عن كلمة رجل أرجاز، ويسمون الحجر أذغاغ. هو ماشي راه يقول لك باللي القبائل العرب. ثم كما قال ابن باديس، وإلى العروبة يلتسب. و تسمى في ذاك الوقت كانوا لي فرونسي، تسمى يقول لك لي فرونسي اي لي زارب، والقبائل كانوا داخلين في مجمل العرب، اي لي زانديجان لي زوتوكتون السكان الاصليين. هاو قال لك هاو القبائل الذين تختلف لغتهم عن لغة العرب، والفرق واضح بين اللغتين. فمثلا يقول البربر، يجيش واحد يقول هاو قال عثمان حمدان خوجة باللي القبائل العرب. لا أنا مش عرب، بربر أمازيغ. وعندما احتل، المهم من بعد نروحوا للصفحة 18، أو قال لك القبائل، لا ما قال لك لا زواف لا زواوة ولا والو، وراي صفحة 18 كتبت هكذا الصفحات. انظروا إلى هذا الرجل. وأن المرابطين الذين يقطنون بين القبائل، شو اللي كان عندهم المرابطية؟ هم القبائل يعلمون الأخلاق ويفسرونها بقدر المستطاع وبقدر إدراك هؤلاء السكان أنهم يعلمونهم الصلاة ويهدونهم إلى مكارم الأخلاق. وبعد يقول لك فعلى سخط أو على بركة المرابط تتوقف سعادة القبائل الخيالية. أوليك سماهم القبائل البربر، قال لك سكان الجبال. هو كان عايش في ألجي، يقول لك سكان الجبال يقصد بها باليسترو وجرجرة ولاكابيلي وزبربر والخضارية، هذه هي لاكابيلي، إن وجود هؤلاء المهم بعد صفحة 30. وش يقول لك في صفحة 30؟ لك قرأوا الكتاب هذا لألفو حمدان خوجة 1833، وحضر الاحتلال وكل شيء، ولا يهضر على الزواف. شوفوا ولا يهضر عليهم. تقرأوا نروحوا صفحة 30، صفحة 30 وش يقول فيها؟ أما لغتهم وطبائعهم وطريقة معيشتهم فتكاد تشبه لغة وطبائع وطريقة معيش سكان الأكوار السابق ذكر، وكذا وكذا. 30 بعد يقول لك سكان السهول وطبائعهم، صفحة 30 قال لك صعب على فرنسا إخضاع القبائل. وبعد نروح 76 77 76 77 راني صوتي 76 77 واش يقول لك؟ هاو قراو الكتاب ولا لقيتو كلمة زواف اهضروا معايا. واش يقول لك؟ 76 77 ولد الدعيم وكذا وكذا. من بعد يقول لك ثم تمكنوا بالتدريج من تبدي واش يقول؟ كان الباشا يثق في السكان اكثر من ثقته بعامله، وذلك أن السلطان أو الملك يستطيع الاستغناء عن أي حاكم، ولكنه لا يستطيع أن يكون على ما هو عليه إذا لم يكن تحت إمرته شعب يشكل أساس حكمه. وهكذا إذا كان الباشا مستعدا لتأييد شعبه أكثر من استعداده لمساندة عامله، يعني كما يقول الوالي تاعه.
اللهم إلا إذا حظي هذا الأخير بشهادة جزء من السكان لتسجيل سلوكه وتبرير مواقفه. هذه هي الطريقة التي استعملها الأتراك لبسط نفوذهم، ثم تمكنوا بالتدريج من تمدين القبائل بواسطة إشراكهم في النشاط البحري. هاولي قال لك تمدين القبائل، ما قال لك الزواوة ولا الزواف ولا، بواسطة إشراكهم في النشاط البحري، حيث كانوا يحاربون بشجاعة وإقدام، موقنين بأنهم إنما يستشهدون في سبيل الدين. هاملك الخبير كيفاش كانوا. ومن بين هؤلاء القبائل رجال أذكياء يتكيفون مع الحياة البحرية. وبعد يقول لك وهناك كذا أمثلة رائعة عن استعداداتهم الطبيعية. ومن وش قال برباروس ان ثبتت حكومه الاطراف، يعني بري ريفرجيستيس، وكان يوجد من بين المجندين يهود ويونانيون فتنوا انفسهم. وكما ان حبه فاسده تكفي لافساد كوم كامل من القمح، فان رجلا فاسد الاخلاق يكفي لجلب الشر على جميع الذين يخالطهم ويحيطون به. ايه وراهم جابوا ميليشيات زواف وسكنوهم في فلاكابيلي هم جابوهم عندهم الألجي. وهكذا صارت تلك الميليشيا المسلحة التي لا مبدأ لها، صارت ترتكب المخالفات ضد البدو والقبائل. ثم قام هؤلاء البؤساء بإشعال الثورات وقلب قادة الدولة بحسب هواهم. هاملك هذه الميليشيا اللي كانوا يجيبوهم من الإزمير ومن لاكراس كانوا يرتكبوا المخالفات ضد البدو والقبائل اللي كانوا جابوهم باش يحموهم هما. ولعم صالحي وكرشوش وبولعكيبة، فكان يقول لا زواوة ولا الزواف ولا هم يحزنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.